والآن حان وقت اللمسة الأخيرة بحذر وهدوء. ماذا تفعل؟ أضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الفنية. ما بك؟ قلت لك دعيني أركز. ماذا؟ هل تعني أنني أزعجك بهذا الصوت؟ أوه، لقد انتهى. سأذهب لأحضر واحداً جديداً. سأنهيها قبل أن تصل جوري. مرحباً شيف منال. أهلاً يا آدم، كيف حالك؟ أهلاً أحباء الأطفال، كيف حالكم؟ أنا بخير. شو يا آدم، جاي لحالك اليوم؟ أجل، جوري بالمنزل. شو هاي يا آدم، كنت عم ترسم؟ ورجيني ورجيني، إيش رسمت؟ ولا رسمة طالعة معاك حلوة، طالعة غير شكل يا آدم. حقاً؟ آه؟ أجل، ولكنني لم أنهيها لأن جوري كانت تأكل وتقرمش رقائق البطاطا فوق رأسي. شو رأيك أعمل لك دجاج بقرمش عشان تقرمشوا مع بعض؟ مرحباً شيف منال. مرحباً جوري، ولا جيتي في وقتك. سمعنا أنك قرمشتي رأسه لآدم. أنا؟ هيا بنا يا شيف لنبدأ الطبخ. مستعدين؟ يلا نجهز المطبخ. وانتو كمان ممكن تطبخوا معانا. حملوا تطبيق لمسة على أجهزتكم واستمتعوا بأطيب الطبخات. حبايبي، هلأ حنعمل وصفة تندر الدجاج. هحتاج قطع من الدجاج على شكل أصابع صغيرة بهذا الشكل، وححتاج بيضة وشوية بهارات، وححتاج بقسماط. ما هذا يا شيف؟ البقسماط بيكون عندي بهذا الشكل، عبارة عن خبز محمص ومطحون. هلأ الخطوة اللي بدي أعملها على الدجاج، هحط الكركم. وححط الملح. وحط البابريكا. وكمان ححط الفلفل الأسود المطحون. وعلى الدجاج ححط البيضة. هكسرها وحطها. وهلأ يا أطفال بدي أخلط كل هالمكونات مع بعض. هلأ يا أطفال بجيب كيس كبير، بفتح الكيس وبحط فيه البقسماط. هلأ باخد الدجاج وبحطه في البقسماط. وهذا يا آدم سر القرمشة، بحط بس كم حبة، ما أحط كتير عشان يصير سهل علي أغطيهم بشكل كويس. بسكر الكيس وأبدأ أحركه بهذه الطريقة. وصار عندي التندر مغطى بالبقسماط. هحطه على صينية الفرن. أنا عندي زيت بالبخاخ، هرش على التندر وأدخله الفرن. بسيبه بالفرن حوالي ربع ساعة لغاية ما يصير لذيذ ومقرمش. صحتين وعافية يا أطفال. عملنا تندر الدجاج المقرمش. مع السلامة أصدقائي الأعزاء.
لعمل وصفة اليوم، قوموا بتحميل تطبيق لمسة وتمتعوا بلعبة تندر الدجاج المقرمش. إلى اللقاء.